أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي نخصصها للحديث عن ملف الإرهاب في اليمن وكيف ستؤثر الإنجازات التي تحققها الأجهزة الأمنية في مكافحة التنظيمات الإرهابية على الأزمة اليمنية بشكل عام. خلال الفترة الماضية كان ملف الإرهاب ملفا رئيسيا في الأزمة اليمنية الراهنة، وأحد أبرز التعقيدات التي تعترض الحل السياسي للأزمة أو المضي في خيار الحسم العسكري. بقى الموقف الدولي متخوفا من تمدد الجماعات الإرهابية، وهو ما جعل مواقف بعض القوى الدولية من الأزمة اليمنية يبدو ملتبسا بعض الشيء. فعلى الرغم من تأييده للسلطة الشرعية، إلا أنه بقى يميل في بعض الأحيان إلى جانب الانقلابيين تحت مبرر أنهم شركاء في عملية مكافحة الإرهاب. مؤخرا كانت السلطة الشرعية تخوض حربا مستقطعة من حربها الكبرى مع سلطة الانقلاب في صنعاء لمواجهة هذه الجماعات في بعض المناطق التي كانت تسيطر عليها، وتمكنت من تحقيق بعض الإنجازات التي يفترض أن تنعكس على الأزمة اليمنية وعلى مسارات الحرب والسلام بشكل عام. ما هي الإنجازات المحققة على صعيد مكافحة الإرهاب في اليمن؟ وكيف يمكن أن يؤثر النجاح في ملف الإرهاب على مسارات الأزمة اليمنية بشكل عام؟ هذه التساؤلات وغيرها ستكون محور حديثنا هذا المساء في زوايا الحدث، ولكن بعد متابعة هذا التقرير. يضيق الخناق بالتنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم القاعدة، ومعها تنفتح آفاق إقفال ملف الإرهاب الذي بقي ملفا مؤرقا ورئيسيا في الأزمة اليمنية الراهنة. الإرهاب الملف الذي يتداخل مع كل تفاصيل الأزمة اليمنية ويزيدها تعقيدا مع استخدام كشماعات لتبرير انقلاب ميليشيا الحوثي والمخلوع واستمرار عبثها بالبلد، ومدخلا للقوى الدولية لتعقيد الأزمة القائمة، يوشك أن يخرج من هذه الدائرة التي كانت تعمل بالضد على تطلعات اليمنيين وتربط مصير الحل في البلد بهذه الجماعات التي كانت على الدوام إحدى أدوات الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس المخلوع كما تشير شواهد كثيرة. التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة التي تمددت في ظل انهيار مؤسسات الدولة وغياب السلطة الشرعية خلال الفترة الماضية، تقلص نفوذها مؤخرا مع الحملات الأمنية والعسكرية التي تستهدفها في عدد من المحافظات، وأصبحت مؤخرا محصورة في المناطق النائية التي جاءت منها. المكلة التي بقيت لأكثر من عام تحت سيطرة تنظيم القاعدة، وأبين التي احتاجت لأكثر من عملية عسكرية لتطهيرها من هذه العناصر، أصبحت خارج خارطة اللون الأسود الذي فرضه تنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به لفترة طويلة، وقبلهما لحج وبعض مناطق عدن اللتين تمددت فيهما هذه الجماعات بفعل الحرب مع ميليشيا الحوثي والمخلوع، فيما تتواصل العمليات الأمنية التي تستهدف قيادات التنظيم، وآخرهم أحد أبرز الممولين الرئيسيين للتنظيم بحسب شرطة عدن التي قالت في بيان لها أنها ألقت القبض على مسؤول تمويل فرع القاعدة في عدن وأحد أبرز قيادات التنظيم في المدينة، بعد أن كانت خلال الأيام الماضية قد ألقت القبض على عدد من القيادات الرئيسية في التنظيم. هذه النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية في المناطق التي تسيطر عليها السلطة الشرعية والتي أخذت وقتا مستقطعا من الحرب الدائرة مع الميليشيا الانقلابية في صنعاء، يفترض أن تصب في صالح هذه السلطة وتقوية موقفها أمام المجتمع الدولي الذي لا يهتم إلا بالملفات التي تعنيه. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ حلقتنا مع نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع. مساء الخير سيادة اللواء. مساء النور سيادة اللواء. في البداية نود لو تعطونا صورة عن أهم الإنجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية في مواجهة الجماعات الإرهابية مؤخرا. شكرا لكم. طبعا يعني هناك إنجازات متواصلة على صعيد مكافحة الإرهاب. نعم. يعني في المناطق المحررة، يعني ابتداء من نشر القوى الأمنية على كافة أرجاء المحافظات التي كانت تتواجد فيها تلك القوى، محافظة لحج، يعني محافظة أبين، يعني أيضا يعني حضرموت بكاملها، يعني شبوة، يعني وأيضا في الضالع وفي المناطق في مأرب وفي كل المناطق التي فيها يعني السلطة والجهات السلطة الشرعية ممثلة بأجهزة الأمن المختلف فيها. يعني هنا في محافظة عدن تقريبا
كان الصراع أقوى مع تلك العناصر، لأنه كان في مراهنة بعد أن خرج الانقلابيون من محطة عدن لها، كان في مراهنة على يعني دفع يعني عناصر الإرهاب يعني للقيام باستهداف كل القوى الأمنية التي تنزل إلى الشارع لبسط الأمن والاستقرار في هذه المحطة. نعم. وشهدنا تفجيرات وشهدنا اغتيالات راح ضحيتها العديد من الشخصيات الأمنية ومن الشخصيات السياسية والقضائية، وأيضا استهداف لمؤسسات سياحية وأيضا مؤسسات دولة. نعم. يعني في هذا الاتجاه كثفت القوى الأمنية يعني وبدعم مباشر من يعني قوات التحالف يعني ممثلة في المملكة العربية السعودية وبدولة الإمارات ومن معها في وضع خطط يعني لمجابهة تلك التحديات. نعم. شاركنا نحن يعني كممثلين يعني للقوى الشرعية يعني مع تلك القوى ممثلة في إدارة أمن المحافظات، وأدى هذا إلى تحقيق نجاحات ملموسة يعني تمثلت في إلقاء القبض على العديد من الشبكات التي كانت تقوم بعمليات الاغتيالات، أيضا إلقاء القبض على عناصر قيادية يعني من تنظيم القاعدة، أيضا يعني إلقاء القبض على عناصر يعني من يعني من ينتمون إلى داعش. نعم. سيادة اللواء، في هذه النقطة تحديدا هل يمكن القول أن شبكة التنظيم في عدن قد تم تفكيكها أو على الأقل اقتربت من شيء كهذا؟ نحن نقول لا نستطيع نقول أنه تم تفكيكها كاملة، لا. نحن نقول ألحقنا بها يعني خسائر كبيرة جدا. أيوه. ولا زال عملنا أمامنا عمل طويل جدا حتى نقول أننا استطعنا أن نفكتها بكاملها، لأنه هذا العمل هو نتاج لعمل آخر، هو عمل يعني مورس لسنوات كبيرة جدا. يعني من أجل أن نصل للإرهاب لازم أولا نصل إلى الفكر المتطرف، من أجل أن نصل إلى الفكر المتطرف لازم نخلي الناس أميين كلهم لا يقرأوا ولا يكتبوا، لازم نخلي الناس بدون أعمال، لازم سياسات مرت على مراحل معينة أهلت الأجواء وأهلت الناس إلى أنهم يستجيبوا لعملية العنف يعني المفرط وممثل بالإرهاب. نعم. فلا يكفي أنه الحل الأمني لوحده في رأيي أنا لمجابهة يعني مثل هذا المخاطر، لابد من حلول أخرى يعني تتمثل في تنشيط عمل أجهزة الدولة بمختلفها في يعني عودة النظر في بعض القوانين في اللوائح المنظمة، يعني في يعني إيجاد يعني وسائل تساعد الناس على الخروج من الوضع الذي هو ينتج يعني هذا الأفكار، ينتج هذه الأوضاع. نعم. يعني نعم سيادة، لازم من عملية طويلة جدا ومعقدة ومتكاملة. نعم اتضحت الصورة سيادة اللواء. أنت تحدثت عن عمليات إلقاء قبض على عدة عناصر وخلايا إرهابية، ما هو مصير هذه العناصر التي تم إلقاء القبض عليها، وأيضا ما هو مصير العناصر الأخرى التي تفر؟ ألا تمثل أيضا خطر قائم يظل قائم على المناطق التي يتم تحريرها؟ بلا شك بلا شك. أولا فيما يتعلق بالعناصر التي تم يعني القبض عليها، أنا كما قلت مرارا وتكرارا إنه المسألة لن تنتهي إلا بعودة يعني إدارة القضاء واستلام تلك الملفات وبالتالي إجراء محاكمات، ونقول محاكمات عادلة، لازم نوفر يعني كل الظروف لهذه المحاكمات. نعم. حتى يسمع شعبنا ويرى أننا نحن أصحاب دولة نظام وقانون ولسنا يعني السيطرة ويعني الحاق التهم بالآخر يعني. ونحن يعني مع وزير العدل ومع يعني التحالف يجري حاليا لتأهيل المحاكم في محافظة عدن، وبدأت تباشر بعضها أعمالها، وإن شاء الله نرى في القريب العاجل حالة الملفات الأولية التي تم إنجازها من قبل الأخ المتوسط مع الشعب فيما يتعلق يعني بال يعني مع ضباط المحل يعني. نعم سيادة، وايضا مع الاجهزه الامنيه
في اتجاهات معينه. الاتجاه الاول انه من يسلم نفسه من تلك العناصر واللي هو غير مورط يعني في اعمال عدائيه من قبل يعني، وبالذات من الشباب المقربهم انه ممكن التعامل معه يعني بشكل ايجابي. نعم سيادة اللواء، مع الحملة العسكرية التي تنفذ الآن خلال هذه الأيام في أبيان وتحقيق بعض الإنجازات، هنالك مواقع تناقلت أخبار تحدثت أن المواطنين في هذه المناطق تلقوا منشورات تحذيرية من عدم اقترابهم للنقاط الأمنية والمواقع العسكرية، وهذا يشير على أنهم في نيتهم استهداف هذه المواقع. أنتم كيف بإمكانكم حماية عناصر الجيش والأفراد في هذه المواقع؟ والله نحن نعمل يعني طبعا نحن نعمل بكل جهد يعني قيادة المنطقة وأيضا قيادة التحالف ووزارة الداخلية والمحافظين نعمل بكل جهد يعني، لكن نحن نعمل في ظروف أيضا استثنائية. نعم موجودة يعني وبالذات من حيث الإمكانيات المتاحة، نحن عندنا بنية تحتية مدمرة دمرتها الحرب. نعم يعني عندنا كل شيء يعني من الصفر يبنى، وبالتالي يعني نواجه صعوبات، لكن أقول إنه الحاضن الشعبي الذي كان يحظى به الناس أو يحظى به هؤلاء الناس هو كان سبب يعني السيطرة القمعية القديمة التي مارسها النظام. نعم يعني اثناء حكم يعني الرئيس المقلوب. نعم. وايضا اثناء يعني الحرب الاخيره، كل هذه جعلت اليوم المواطن اصبح يعرف انه هؤلاء الناس لا مكان لهم. نعم. وانه ما فيش معهم الا خيارين. الخيار الاول الشباب المغربه ان يسلم نفسه الى اهله واهله يتعاونوا معه يعني وايصاله الى السلطه، وبالتالي يعني يتم يعني رعايته وعد تاهيله وايجاد له العمل المناسب، او الخروج من هذه المناطق الى اي مكان او القتل، لا يوجد اي غيرها. نعم يعني هي يعني البيئه السياسيه الان اصبحت او البيئه الاجتماعيه اصبحت يعني ناضجه. نعم الناس لا يريدوا الان الحروب، الناس لا يريدوا القتل، الناس يريدوا ياكلوا ويشربوا، الوضع يعني صعب. نعم وصلت الفكره. الناس فهموا هذا المثال نعم. واعتقد انه هناك تلاحم يعني بين كل اطراف العمليه مجتمعا وايضا بين السلطه المحليه في المحافظات، واتمنى ان يحظى هذا بدعم قوي من قبل يعني الحكومه الشرعيه، وايضا ان يستمر الدعم المقدم من قبل دول التحالف لانضاج سياسه شامله تؤدي الى تجديد منابع الفكر المتطرف ايا كان شكله. نعم إذن سيادة اللواء علي ناصر لخشع نائب وزير الداخلية كنت معنا عبر الهاتف من عدن، شكرا جزيلا لك. والآن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى ضيفنا من الرياض رئيس مركز أبعاد الدراسات السيد عبد السلام محمد، مرحبا بك سيد عبد السلام. أهلا وسهلا فيكم. أهلا بك وضيوفكم الكرام. أهلا بك سيد عبد السلام، هل يمكن الآن القول أن الإنجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية مؤخرا في مواجهة التنظيمات الإرهابية نهائية ويمكن البناء عليها في عملية مكافحة الإرهاب؟ الإرهاب هو الوجه الآخر للاستبداد، والإرهاب الآن هو الوجه الآخر للانقلاب، وبالتالي نعم. المعركة واحدة جدا منذ 2011 واليمنيون يخوضون معركة مع الإرهاب، هي ذاتها المعركة مع الاستبداد وسلطات الفساد التي قادها النظام المخلوع، وهي نفسها التي يقودها الانقلاب الآن، وهي وسيلة من وسائل هذا النظام البائد، ووسيلة دائما تكون أخطر وأسوأ على طالبي الحرية وعلى الشعوب من الاستبداد المباشر للدولة. نعم. وبالتالي فإن المعركة التي تدور الآن في المحافظات المحررة ضد الإرهاب هي جزء لا يتجزأ وأصيل من معركة اليمنيين مع الانقلاب. نعم إذن سيد عبد السلام كما تطرقت قلت الإرهاب الوجه الآخر للانقلاب، ولكن للأسف بعض القوى الدولية والمجتمع الدولي يعول على الجماعات الانقلابية في مكافحة الإرهاب، ما سبب هذا التعويل؟ كيف لنا أن نفهم ذلك؟ طبيعي هذه الاتجاهات الإقليمية والدولية التي ترغب في أن ترى اليمن ممزق متناحر تحكمه الأقليات
ولا تحكمه الديمقراطية. يرى المبرر كلما ثار الشعب ضد الاستبداد والفساد ولإنهاء النظام العميل لهم، كلما يبرروا أن هناك إرهاب موجود وأن غياب هذا الاستبداد معناه حضور الإرهاب. بالتالي هم يرون أن دائما التوسع في المناطق المحررة أنها تدخل في إطار الفراغ ويحكم الاستبداد، ولكن مسارعة الحكومة حكومة الشرعية وجيش الشرعية والمقاومة التي قاومت الانقلاب في ملء الفراغ من خلال بعد إنهاء المناطق المحررة البدء في تنفيذ آليات لمكافحة الإرهاب أنهى هذا المبرر. وبالتالي لا زال العمل الدعائي لنظام الاستبداد مؤثر جدا في هذه الاتجاهات الإقليمية والدولية، بأن انسحابهم من أي منطقة يحصل الإرهاب. كما أن هذا النظام، نظام الانقلاب ونظام الاستبداد، يقوم بأداء وأعمال إرهابية عنيفة ويوجه بعض من ميليشياته لأعمال مجهولة تحسب على الإرهاب، وبالتالي يحاول تصوير المناطق المحررة بأنها مناطق موبوءة بالإرهاب. نعم، إذن سيد عبد السلام تفضل بالبقاء معي واسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث من الرياض المحلل الاستراتيجي العسكري اللواء المتقاعد محمد القبيبان. مساء الخير سيد محمد. أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك سيادة اللواء. بداية، كيف كان ملف الإرهاب يؤثر على عملية التحالف في اليمن، أو ما زال هو يؤثر، ولكن كيف يؤثر على مسار عملية التحالف في اليمن؟ السلام عليكم أولا وشكرا على الاستضافة، يعني شرفني أن أكون معكم لأول مرة. أهلا بك على هذه القناة الغالية والعزيزة. بالنسبة للعمليات العسكرية ومدى يعني تأثير الإرهاب عليها، أنا برأيي الشخصي أنه العمليات العسكرية أثبتت مدى فعاليتها، ولذلك نجح الجيش والمقاومة الوطنية والحكومة بنفسها في تخفيف ظاهرة الإرهاب، والتي يعني كانت مؤرقة في أولى أيام التحرير، وكذلك بعد مرور تقريبا 7 أشهر إلى 8 أشهر من أيام التحرير. ولكن لنكن واقعيين، نعم، ولنحكي بأمانة، ويجب الشيء الجيد نقول عليه جيد، والآخر يجب إذا كان هنالك أي ملاحظات نذكرها للمخططين الاستراتيجيين فيما يخص الإرهاب. أتكلم على الشق أو الجزء الجنوبي من دولة اليمن الشقيقة، فللأمانة هنالك يعني تقدم واضح في، وأهم حاجة اللي هي العمليات الاستباقية. يعني لو تذكر حضرتك انه كان في البدايه لا يوجد هنالك يعني عمليات استباقيه يعني توقف هذا العمل الاجرامي، ولكن راينا في الاخير تم القبض على عدد من المخططين الارهابيين، تم القبض على عدد من او تم الحصول على عدد من الشحنات الارهابيه. فتزامنا كلا العمل العسكري والعمليات ومكافحه الارهاب كلاهما مكملين لبعض. لا يجب أن نقول أن هذه العمليات هي التي فرضت الآخر، ولكن لا يكون هنالك أمن ما دام أنه لا توجد أو لم يكن هناك عمل عسكري محترف، ما دام أن هنالك لا يوجد أمن. فكلاهما متقدم، ولكن نتحدث عن أن العمليات العسكرية والعمليات الاستباقية لضرب المخلوع والانقلابي خففت كثيرا، ولكنه لا زال يستغل الوضع الإقليمي. لماذا أتحدث أنا هنا؟ أتحدث عن تهريب الأسلحة. هذه النقطة هي التي تؤرق الجميع. فللإشادة ولذكر ما قامت به الحكومة مشكورة في محاولة مكافحة الإرهاب، هنالك يعني تقدم كبير وهنالك عمليات مشكورة. وشاهدنا كثيرا يعني في الآونة الأخيرة ما قام به معالي وزير الداخلية أثناء زيارته إلى بعض المناطق للتأكد من طرد سواء قاعدة منها أو سواء هنالك عمليات قام تحدث عنها معالي وزير الداخلية بإلقاء القبض على مجموعة من الإرهابيين.
نعم، إذا سيادة اللواء تحدثت عن التوجه التحالف نحو العمليات العسكرية ضد الإرهاب في المناطق المحررة، هل نستطيع القول أن هذه العمليات أو كثافتها في الفترة الأخيرة نتاج لضغط دولي بخصوص هذا الملف؟ هو للأسف يعني خليني أقول لك شيء، المجتمع الدولي لا نعول عليه كثيرا، فالمثل يقول ما حك جلدك مثل ظفرك، لكن هنالك يعني على استحياء، أنا أؤكد لك الموضوع ده، هنالك عمليات دولية على استحياء سواء في جنوب اليمن، ولكن نحن نتحدث أن المجتمع الدولي إذا لم يشعر بالمسؤولية وإذا لم يتكاتف فنحن أمام خطر عظيم قادم. يعني حضرتك شفتي ما حصل في العراق وسوريا وللأسف يعني دول مجاورة وكذلك ليبيا، عندما ترك الحبل للجماعات الإرهابية اجتمع العالم بأجمع لمكافحة الإرهاب. لذلك ما يحدث في اليمن، ما يحدث في اليمن لا يجب أن يترك، ولا يجب أن يعني الحكومة تتغافل ولو بشيء بسيط من حقها الشرعي بأن تتخاطب مع الأمم المتحدة، مع الدولة الكبرى لنقل الولايات المتحدة التي هي معنية بدعم مكافحة الإرهاب وبدعم العمليات الإرهابية في اليمن، إما بدعم عسكري أو باستخباري أو بمعلومات. نعم. لذلك هنا يأتي دور الحكومة بشكل خاص، يعني بأن تتواصل التحدث مع الجانب الأمريكي وكذلك المجتمع الآخر، لا ننسى أن هنالك روسيا تلعب دور كبير في المنطقة، أيضا بريطانيا لها دور كبير، وجميعهم تأدوا من العمليات الإرهابية. فمجمل القول المجتمع الدولي لا يجب أن نعول عليه، ولكن يجب أن نأخذ حقنا بأنفسنا من المجتمع الدولي، بمعنى نعم. وصلت إذا الفكرة. تركت هذه الجماعات الإرهابية سوف تكتبون بنارها لا سمح. نعم، إذا سيادة اللواء اسمح لي لأن أعود إلى ضيفي من الرياض الأستاذ عبد السلام. سيد عبد السلام، أنت تطرقت في حديثك قبل قليل إلى الفراغ الذي نتج عن ضعف الأداء الحكومي في المناطق المحررة، الآن بعد هذا الإنجازات لو استطعنا أن نسميها كذلك لنتيجة العمليات العسكرية مؤخرا في هذه المناطق والحديث عن إلقاء القبض على خلايا إرهابية وعناصر وتحرير مناطق كجعار وزنجبار، هل نستطيع القول أن هي استطاعت تلافي هذا الأمر؟ لدي ملاحظة أولا ما يخص الإرهاب وامتداداته. خلال 2011 بمجرد أن قامت الحركة الشبابية لمناهضة الاستبداد تحرك الإرهاب في مناطق الشرقية، المناطق النفط من مأرب باتجاه الجوف إلى شبوة وحضرموت، وأيضا من الخط الثاني البيضاء باتجاه جزء منه إلى شبوة وجزء الآخر إلى أبين وإلى عدن، وكان ولحد عدن، وكانت المعسكرات القاعدة موجودة على الأرض وواضحة جدا. في بعد حركة مقاومة الانقلاب خلال هذه الفترة بالذات الأشهر الأخيرة، حاول الانقلابيون أن يحدث ما حدث في 2011 لتخويف المجتمع الدولي من هذا الفراغ وملؤه بالجماعات الإرهابية، لكن المسألة كانت أعقد عليهم، حيث بدأ حركات المقاومة الشعبية والجيش التابع للشرعية أنهى تواجد تنظيم القاعدة، لم نعد نسمع أبدا على الإطلاق بمعسكر للقاعدة في مأرب ولا في جوف، ولم نعد نسمع بمعسكر الآن، أيضا بدأت مكافحة المعسكرات وتجمعات الإرهابيين في أبين وشبوة وحضرموت، وهذا يدل دلالة قاطعة أنه كلما استعادت الدولة توازنتها كلما ذهب هذا الفراغ ومعه ذهبت هذه الجماعات، وبالتالي الخطورة في الفراغ وليس في الانقلاب فقط. نعم. اليمنيون يقودون معركة كبيرة وواسعة، وأنا أعتقد أن الفراغ يتقلص كلما حضرت الدولة. نعم. إذا خلال الفترة الأخيرة إذا قامت القوات الشرعية والحكومة بملء هذا الفراغ والعودة إلى الداخل وتدريب الأجهزة الأمنية والمحاكم وعودة الحياة الطبيعية،
أنا أعتقد أنه لن يبقى للقاعدة ولا للإرهابيين مكان في اليمن. نعم، إذن سؤال أخير سيد عبد السلام، كيف سيؤثر هذا التقدم ولو البسيط على فكرة أو مسار الحل السياسي في اليمن ونظرة المجتمع الدولي نحو الشرعية؟ هل ستتغير الآن بعد ما يعني تحسن أداؤها في الفترة الماضية؟ مكافحة الإرهاب سيخدم الشرعية من عدة اتجاهات. أولا الاتجاه الذي يتعلق بالحسم العسكري في حال استمرار الجماعات الانقلابية بعدم تسليم السلاح واستمرار طلبهم مشاركة أو المشاركة في السلطة بقوة سلاحهم ومحاولة ابتلاع الدولة، هذا المسار أيضا سيدعم الشرعية من خلال مكافحة الإرهاب. والمسار الآخر أنه يدعم الشرعية دبلوماسيا في حال توصل لحل سياسي وقبول الحركات المتمردة والانقلابيين بالاستسلام للدولة وتسليم السلاح والانسحاب من المدن والمعسكرات. نعم. هو يعمل على تجميل حضور الدولة ويمنع أي مبررات تقوم بها بعض الاتجاهات الإقليمية والدولية التي ترى في عدم دعم الشرعية بسبب وجود الإرهاب. وأيضا أنا أعتقد أن المسألة لا تتعلق فقط بتحسين صورة الدولة وإنما أيضا بحضور الأمن للمواطن، فإذا لمسها أصبح أكثر تمسكا بالدولة والشرعية. نعم، شكرا سيد عبد السلام، إذن رئيس مركز أبعاد الدراسات كنت معي من الرياض، شكرا جزيلا لك. وأعود الآن إلى ضيفي من الرياض اللواء محمد. سيادة اللواء، هل سنشهد بعد هذه العمليات عودة قوية للتحالف باتجاه العمل العسكري في مواجهة الانقلابيين في صنعاء؟ هو العمل مستمر، والقوات التحالف أعتقد أنها تقوم بدورها فيما يخص العمل العسكري الاستراتيجي اللي هو دائما نحن نتحدث عنه. نعم، العمل مستمر ولكن ليس بتلك القوة. قرر بأن تكون نعم. قرر بأن تكون صنعاء هي الهدف التالي. فأولا نحن نرى أن هنالك عمليات عسكرية منظمة بصورة شاملة، بمعنى عندما تتحدثين عن دعم تحالف جيش وطني مقاومة، المقاومة والجيش الوطني أرى يعني عملها المتميز يأتي في التأني فيما يخص المدخل الشرقي أو الشمالي الشرقي لصنعاء. قوات التحالف الآن الخطة العسكرية بأكملها ماذا يعني تقتضي أو ماذا تحاكي بأن يتم عزل صنعاء عزل كامل وقصف كل ما هنالك يعني يؤدي إلى دعم الانقلابيين في الدفاع عن المناطق الاستراتيجية التي حصلوا عليها. هذا أولا، ومن ثم نرى هنالك تحرك. أي نعم، قد الجميع يقول أن هذا تحرك بطيء، ولكن سيدتي لا يخفاك بأنه المنطقة وعرة والانقلابيين حصلوا على الأسلحة أو أسلحة الدولة بكاملها، وليس من الذكاء بأن تتحرك القوات الأرضية دون أن يكون هنالك غطاء قريب أو غطاء جوي قريب أو تأكيد تنظيف المنطقة حتى يتسنى للقوات الأرضية التحرك. نعم. أرجع بصورة عامة. نعم. العمل العسكري هنالك تحرك إن شاء الله إلى صنعاء. يأخذ بعض الوقت، قد يكون في نقطة رئيسية أود أن أذكرها لحضرتك، بأنه بعدما قرر القائد الميداني بأن يتخذ المحاور الثلاثة أو خلينا نقول المحور الجهد الرئيس اللي هو فرضة نهم وهلم جرة إلى نجيب بن غيلان وإما أرحب وباقي المناطق بن حشيش إلى أن يصل صنعاء. نعم. أو أنه يأخذ المسارات المساندة سرواح أو خلينا نقول حرب سفيان، هذه المسارات المساندة لم تكن بمستوى التقدم الذي هو في ما يخص فرضة نهم والإنجازات التي يتم الحصول عليها. نعم، وصلت الفكرة. هذه يجب العمل أكثر، يجب العمل أكثر عليه. ولكن ترى ما يحصل الآن هناك إنجازات ميدانية واضحة، ولا أود أن أضيع يعني حلقتك والوقت لا يسعفني. نعم. آسف على هذه الكلمة، بأن أتحدث عن تعز والإنجازات في تعز. هناك إنجازات
ولم يسعفني وقت البرنامج لطرح المزيد من الأسئلة عليك سيادة اللواء، شاكرة لك كونك كنت معنا في هذه الحلقة. إذا سيادة اللواء المتقاعد محمد القيبان محلل وخبير استراتيجي عسكري كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث لهذا اليوم. لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي من عدن اللواء علي ناصر الأخشع نائب وزير الداخلية، ومن الرياض السيد عبد السلام محمد رئيس مركز أبعاد، وأيضا اللواء المتقاعد السعودي محمد القبيبان. هذه تحياتي أنا أمل علي، وهي لكم من زميلي من الإعداد كمال حيدرة. نلقاكم على خير.